أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية على تحطيم وهدم نصب تذكاري لشهداء ثورة 26 من سبتمبر 62900 التي أطاحت بالنظام الإمامي البائد في محافظة حجة. وقالت مصادر محلية أن مسلحين حوثيين أقدموا خلال الساعات الماضية على تحطيم وهدم نصب التذكاري لشهداء ثورة 26 من سبتمبر 62 في مقبرة الشهداء بميدان حورة محافظة حجة بشكل متعمد. ولفتت المصادر إلى أن هذه المقبرة هي التي أعدم ودفن فيها عدد من المناضلين والثوار من شهداء الثورة التي قامت ضد حكم آل حميد الدين.